أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح جميع الكل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين، خصوصا سيدنا الإمام المهاجر أحمد بن عيسى وسيدنا عمر بن محمد بن سليم بن حفيد بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافعي المشفع. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد اسم البرايا جامد وأوسع. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. صل على محمد وعافنا واشف كل موجع. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واصلح القلب واعف وانفع. يا رب صل على محمد. يا صل على محمد واكف المعادي واصرف واردع. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد نحل في حسنك المنى. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد رافق بنا خير خلقك جمع. Yeah.
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Yeah.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا والنور طه عبده منا به بذكره أعزم به منانا هو رحمة المولى تأمل قوله بل يفهم واغدو به فرحانا بالعروة الوثقى ومعتصما بهبل الله من أنشانا واستشعرا أموال ممكن متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة أمدى وكن يقصانا وانظر إلى أسرار ربي لم يزل ينكبني بين الخيار مصانا لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا فأنا خيار من خيار خرجت من نكاه لي إلهي صانا وبحبه وبذكره والنصر والتوفيق رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم على حبيبك من إليك تعالى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نشر بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قط لا أتوانا حتى أناد رفع وسل تعظم وكل يسمع لكونك نجم فخرك بانا ولواء قمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنانا أكرم الخلق على الله أنا فلقد قباك الله من وقبانا ولسوف يعطيك وترضى جل من معطيك قاصرا أقام نهانا لذلك الذكر وصف محمد كما تزيق عن القلوب الوانا Oh,
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت البروز لأحمد أن إذ من ما شاءه قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان قد كان يمرج رطها وجهه وسأل إلى الإبن المسعود عيانا وهو ابن هاشم الكريم شهر عبد مناف بن قسي كان والده يدعى حكيما شابه قد اعتلى عزيز بذلك شانا واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا فهناك كف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأبي معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى العدا والهم والأحزانا ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوانا بالدهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأترعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا من خلقي وأرضى نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشرف حان وقبيل فجر أبرز الشمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم أبرز الله المشرف صاحبا وزريئا Yeah.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا ويكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا بمديح صفوة ربنا وحدانا، وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فكرنا ورجانا. للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا، أنت لنا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا، واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا، والمحسنين ومن أجاب ندانا، وذوي الحقوق وطالبا أوصانا، والحاضرين وساعيا في جمعنا، ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجونا ذبح بسولنا، واسمع بفضلك يا سميع دعانا، وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض، واقمع كل من عادانا، وانصر إلينا واسقنا داس الهنا، واشف وعاف عاجلا مرضانا، واقضي لنا الحاجات واقضي لنا الحاجات، واحسن ختمنا عند الممات، وأصلح العقبانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما هوكت ريح الصبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين، ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا وأصحاب رسول الله أجمعين. آمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله، افتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المكرمون والمحترمون، فضيلة العلماء والأساتذة الأعزاء، معالم العلماء، فقه أجماع، فقه مشاركة، فمك مشاركة، سجنر خادم المجلس، جماعة مجلس السيرة، dan juga tak lupa rombongan maulid. Rahimakumullah wa athabakumullah. Alhamdulillah,
والشكر على نعم الله. Limpahan puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah menghamparkan alam semesta sebagai tempat kita sementara untuk meniti tangga-tangga kehidupan yang lebih baik, menggapai ridhanya Allah Jalla Jalaluh, menggapai cinta dan syafaatnya baginda Rasulullah. Yang kesemua itu hakikatnya adalah Allah yang memampukan kita, Allah yang mengizinkan kita, Allah yang mengumpulkan kita kembali di tempat ini yang merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Di tengah-tengah kesibukan dunia kita masih saja Allah sayang dan cinta kepada kita untuk mengarahkan kita, untuk membimbing kita dengan hidayah, untuk menolong kita dengan taufiknya berkumpul kembali di majelis yang mulia ini. Harapan kita kepada Allah, Dia yang melangkahkan kaki kita, Dia yang membisikkan hati kita sehingga kita mudah berkumpul. Dengan sebab demikian, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dosa-dosa kedua ibu bapa kita diampuni oleh Allah, dosa-dosa keluarga kita diampuni oleh Allah, dosa-dosa jiran tetangga kita pun diampuni oleh Allah, dosa-dosa para pejuang yang syahid di dalam memerdekakan bangsa ini pun mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Dan kita yang hadir pada saat ini dengan sebab ampunannya, doa-doa kita dikabulkannya mudah-mudahan, amin. Bapak ibu rahimakumullah wa azabakumullah, marilah kita mengawali perjumpaan kita ini yang merupakan asas ataupun pondasi, yaitu mengikhlaskan niat kita ikut semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattah, ya Alim, iftah lana fathan qariba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa du'a ila al-huda wa ad-dalalata ala al-khayri ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa kurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Nawaitu talab al-ilmi fardan alaya lillahi ta'ala. Niat dalam hati, sahaja ku berniat menuntut ilmu pengetahuan yang diwajibkan atasku karena Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Bapak ibu rahimakumullah wa azabakumullah, kita melanjutkan pengajian kitab kita Bidayatul Hidayah halaman 25. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif lil Imam Al-Ghazali fi kitab Bidayatul Hidayah, naf'ana bi ulumihi wa ulumikum fid dharain, amin. Wa ila an qala babu adab, yang kedua adab-adab masuk ke dalam tandas atau WC atau bahasa kita toilet. Apabila engkau mau masuk ke dalam WC atau tandas untuk menunaikan hajatmu, maka dahulukanlah kakimu yang kiri. Dan ketika engkau keluar daripadanya WC, maka dahulukanlah kakimu yang kanan. Dan janganlah engkau membawa sesuatu yang ada padanya tulisan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Rasulnya. Dan jangan pula engkau masuk ke dalam tandas atau WC dengan keadaan tidak menutup kepala atau tidak berkasut yang bersandal. Dan baca olehmu ketika hendak masuk ke dalam tandas atau WC itu akan doa, Bismillah
أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. Yang artinya dengan nama Allah, aku berlindung dengan Allah daripada kekotoran najis yang keji, yang jahat, lagi suka menyuruh orang lain membuat kejahatan, yaitu setan yang terkutuk. Bapak Ibu rahimakumullah wa azabakumullah. Begitu indahnya Islam sampai memasuki ruangan atau tempat yang banyak kotorannya pun kita disuruh untuk melakukan adab dan akhlak. Adab yang pertama disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, yaitu ketika kita ingin masuk itu mendahulukan kaki apa, Bu? Kaki kiri. Bahasa Jawanya kiri itu apa, Pak? Kis. Kiwa. Sama bahasa Maja, kiwa lah. Kaki itu sikil lah. Yalah. Sedikit-sedikit belajar bahasa Jawa. Kaki kiri didahulukan. Kenapa? Karena tempat itu adalah tempat yang sangat tidak disukai oleh Allah. Tempat sarangnya syaitan. Apabila kita masuk ke WC kaki kiri, keluar WC kaki kanan, itu menurut perkataan Sayyidina Ali karramallahu wajhah akan membukakan rezeki yang luas, mendatangkan keberkahan rezeki. Sepele gawiannya, tapi ganjarannya luar biasa. Kasih sayang Allah terhadap kita sebagai umat Muhammad, di mana segala sesuatu itu pasti ada buah dan hasilnya. Buah daripada pohon yang ditanam, pekerjaan ataupun amalan yang dilakukan, itu menghasilkan buah, baik nantinya kita petik di dunia ini, apalagi yang pastinya di akhirat kelak. Mudah-mudahan Apabila kita masuk WC batis kiri, maka ulama mengkiaskan masuk ke tempat-tempat maksiat pun itu disunnahkan dengan batis kiri. Masuk pasar, kenapa pasar itu dikatakan tempat yang tidak baik? Karena sebagaimana hadis Nabi, ahabbu ilallah masajiduha. Lain sebelum hadis itu, ahabbu ilallah fil ardi masajiduha. Yang terlebih Allah cintai di muka bumi ini, potongan tanah itu adalah masjid-masjidnya. Wa abghadu ilallah aswaquha. Dan Allah sangat benci potongan tanah yang mana di atasnya ada pasar. Lalu kada bolehkah kita masuk pasar? Boleh, sama halnya kita masuk WC kada bolehkah? Tetap boleh, tapi ada adab-adabnya. Masuk pasar batis kiri, keluar pasar kaki kanan. Apalagi masuk diskotik. Adakah yang masuk diskotik? Mudah-mudahan jangan. Masuk tempat-tempat maksiat, kebetulan kita lewat dan tidak bisa lagi menghindari tempat itu, mau gak mau kita masuki dengan batis kiri. Berharap kepada Allah pemeliharaannya pun akan dicurahkannya kepada kita. Mudah-mudahan Setelah itu lagi, dan janganlah engkau membawa sesuatu yang ada padanya tulisan nama Allah, tulisan nama-nama Rasulnya, terlebih nama Nabi kita Muhammad. Di kantong ada tulisan nama Allah, apalagi Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Itu biasanya terjadi di undangan, di undangan pengantin. Kalau hendak mola undangan pengantin,
tolong bilang ke tukang cetak jangan dibuat Bismillahirrahmanirrahim pakai bahasa Arab. Kenapa? Biasanya undangan itu kalau sudah habis hari haknya dipeper dan dibuang kemana-mana. Betul atau tidak? Jadi kalau kita mau bikin undangan, mau tulis Bismillah juga pakai tulisan Latin, jangan pakai tulisan Arab. Habis itu lagi tasbih. Ada tasbih yang biji-bijiannya bertuliskan Allah Muhammad. Adalah masuk di kantong kita, terbawa ke dalam WC. Kalau kelupaan, kekhilafan, itu dimakfu. Kalau sengaja, hukumnya dosa. Sudah tahu ada tulisan Allah dan Muhammad di kantong, sengaja membawa masuk ke dalam, hukumnya dosa. Kalau ketidaksengajaan masuk ke dalam WC baru ingat ada tasbih tulisan Allah ataupun di kertas tulisan Al-Quran dan lain sebagainya, pas lagi badungkung, bu, lagi betakai, bahasa Banjarnya betakai, bahasa Prancisnya bedangkak. Asik batakai keingatan, astagfirullah, di dalam hati jangan diucapkan, pun dalam WC astagfirullah, syaitan mukahan, Allah pun benci. Lalu pian ingatnya pian tadi apa yang pian lakukan? Tutup pakai tangan kantong tadi, tutup pakai tangan karena kada kawa lagi mengeluarkan, asik mahajan. Yang namanya mahajan ini anak merasakan orang ataupun ibu-ibu sakit melahirkan, mahajan pastakana yang keluar karas, mana karas mana kayu. Oh, sakitnya luar biasa pian. Akan-akan tuh baik-baik pas lagi karas itu keluar, biannya menangis. Apa jadi menangis? Sekali ditihar kayak besi saking karasnya. Asik mahajan tadi, lalu pian tutupi karena pian kada mampu lagi untuk mempulihkan keluar, tutupi kantong tadi. Lalu bagaimana hukumnya kalau membawa tulisan-tulisan baik itu asma Allah, Al-Qur'an ataupun lainnya tapi di dalam handphone? Bagaimana hukumnya? Hukumnya selagi handphone itu tidak dibuka, yang namanya aplikasi Quran tidak dibuka, itu dibolehkan handphone. Walaupun di handphone ini lengkap ada kitab, ada Quran, ada hadis, ada macam-macam, itu tidak masalah. Apalagi bertuliskan seumpama maaf, sini pakai kopiah. Kopiahnya itu ada gambar terompah. Nah, nih kayak ampun adinda imam nih, ada terompah. Kenapa jadi terompah ini dibikin seperti ini dan dibikin lambang di kupiah di bar-